صباح الخير استاذ عبد الله وحياك الله. صباح النور سرور. حياك الله. طبعا استاذ عبد الله احنا راح نتكلم معاك عن الزراعه المائيه وكل الاشخاص اللي مهتمين ايضا وكل الاشخاص اللي يحبوا الزراعه يحبوا يزرعوا في منازلهم حتى في مكان عملهم ممكن، فحابين نتعرف معاك على نظام الزراعه المائيه. مرحبتين. نظام الزراعه المائيه هو زراعه حديثه حاليا ومنتشره كثير يعني في مختلف دول العالم، وسابقا كانت يعني ابحاث عليها من قديم الزمان، يعني ما انها يعني كفكره، يعني هي الفكره قديمه لكن كتطبيق تطبيق حديث كان قبل يعني سبب عدم انتشارها في السابق وهو انها كانت غاليه في السعر ومعقده، لكن اصبحت الان هذه الطريقه سهله وفي متناول اليد والاسعار يعني ايضا معقوله، يعني صارت اسعار يمكن اي شخص يعني يشتري ادوات الزراعه المائيه ما تكلف كثير. ممتاز. طيب حابين نتعرف على نظامها، تعريف كذا بسيط لها، كيف تتم، كيف الطريقة؟ تمام. هو بشكل عام يعني النبات عشان ينمو يحتاج إلى يعني كذا عنصر. أول شيء يحتاج إلى الضوء ويحتاج إلى الطاقة الحرارة وبيحتاج إلى يعني عناصر غذائية ويحتاج إلى المياه ويحتاج أيضا إلى تثبيت ميكانيكي. يعني النبات احنا نشوف النبات في الطبيعة كيف ينمو في الطبيعة، ايش يحصل من التربة؟ يحصل من التربة التثبيت الميكانيكي عشان ما يسقط من الهواء، ويحصل من التربة ايضا الماء الرطوبة، ويحصل العناصر الغذائية مثل الفسفور والبوتاسيوم والنيتروجين والكالسيوم وغيرها. ممتاز. طبعا وايضا يضاف الضوء. احنا اذا قدرنا نوفر هذه الاشياء بطريقة صناعية ممكن النبات ان ينمو بشكل طبيعي بدون يعني اي مشاكل. ايوه. فهذه هي فكرة الزراعة المائية، ان احنا نوفر حل نبات الغذاء من غير تربة. ففي يعني هي في طرق كثيرة جدا، لكن الفكرة مثل ما ذكرت لك يعني بكل بساطة ان احنا نجيب النبات ونضعه نحاول نثبته ميكانيكيا، يعني يكون يعني واقف ايا كانت الطريقة، بس يعني كفكرة اشرح لك الان. ايوه. ويكون عندنا ماء يدور حول جذور هذا النبات، لأن جذور النبات تحتاج أيضا إلى أكسجين إضافة يعني إلى العناصر الغذائية. هذا الماء يكون فيه عناصر غذائية دائبة. فالتطور اللي صار أخيرا الحديث يعني في هذا النظام هو أن الشركات اكتشفت تركيبة معينة ممكن نضيف العناصر الغذائية هذه في الماء. طيب. كمحلول محلول مائي. ممتاز. وهذا المحلول يدور بين جذور النبات مع خلط الهواء، يعني مع يعني تحريك الماء حول الجذور يكسد الماء، يحتاج من الجذور الى اكسجين. ايوه. فبالتالي الان الماء فيه المواد الغذائيه وفيه الاكسجين اللي يحتاجه النبات. جات الطريقه عاد اللي هي الصعوبه كيف احنا نثبت هذا النبات. ايوه. عشان ينمو. في طرق كثيره، من ضمن الطرق انابيب، يكون عندنا انابيب وهذا الانبوب يعني الانبوب مثلا انبوب كبير وفيه فتحات فوق. نضع في هذه الفتحات اكواب بلاستيكيه او زجاجيه بتكون مثقبه، ونضع في هذا الاكواب وسط زراعي، وما شرط يعني هذا الوسط يكون يعني فيه مواد غذائيه لكن فقط هو لتثبيت الجذور. على سبيل المثال الرمل، ممكن نحط رمل. أيوة. او ممكن نحط مسحوق الزجاج، او ممكن نحط حتى الصوف، او ممكن نحط حصى صغير، او ممكن نحط براده خشب، او ممكن نحط ما يسمى البيتموس واللي هو التربه الزراعيه، هذا الاتباع يعني. ممتاز. ثم نضع الشتلة، شتلة النبات الصغيرة. أيوة. نحطها في هذا الوسط مثل تكون ندفنها في هذا الوسط. ونحط الكوب في الأنبوب الكبير هذا. طيب. هذا الأنابيب الآن فيها فتحة من بدايتها لدخول الماء وفيها فتحة في الآخر لخروج الماء. ممتاز. وفي عندك خزان يخزن فيه المياه مع المحلول الغذائي اللي كلمتك عنه، وفي مضخة، والمضخة هذه موصلة بمؤقت. إذا المضخة بتضخ الماء من الخزان في أول الأنابيب. حلو. وبتمر المياه داخل الأنبوب الكبير هذا بفعل جاذبية أرضية إلين آخر الأنابيب، وبعدين بتنزل بالجاذبية الأرضية وترجع مرة ثانية إلى الخزان الكبير. جميل. طيب خلينا بس أكمل الطريقة. نعم تفضل. يعني الأجزاء، ف المضخة هذه ما لازم إنها تشتغل 24 ساعة. نحط مؤقت. ففي مؤقت يشغل هذه المضخة مثلا 10 دقائق مثلا. أيوة. كل ساعة أو ربع ساعة، كل ساعة ونص وهكذا.
بحيث أهم شيء أن الجذور هذه ما تخلد تقف. ممتاز. الآن أنت وضعت الشتلة ذكري في كوب والكوب هذا فيه يعني مادة تثبت الجذور. بعد فترة الجذور هذه بتنمو وبتطلع وتدخل داخل الإنبوب الكبير. أيوة. وبالتالي بتأخذ المادة الغذائية مباشرة من الماء بدون لحظة بدون أي تربة، الآن ما في عندك أي تربة. المضخة مضخة الماء دورها إنها الماء ده يدور وبالتالي الجذور ما تتعفن وما تقف، يعني هو الماء يعني دائما يدور ويرجع مرة ثانية إلى الخزان. أيوة. ونحط إحنا في الخزان هذا لسه يعني أيضا ننصح نحط فيه أيضا مضخة هواء مثل مضخة تحط هذه في حوض الأسماك نفس الشيء. هذه بكل بساطة يعني أجزاء النظام الزراعة المائية. ممتاز. إذا هذه هي آلية الزراعة المائية اللي ممكن توفر لنا الزراعة بدون العوامل الأساسية اللي دايما احنا يمكن تعودنا أو سمعنا عنها. أيضا حابين نتعرف معاك أستاذ عبد الله على مزايا الزراعة المائية، إيش الشيء اللي ممكن توفر لي الزراعة المائية وما تتوفر بالزراعة المعتادة؟ أشياء كثيرة جدا، يعني أهم شيء اللي توفر الزراعة المائية من اسمها انك انت ما تحتاجي الى تربه. مثلا ممكن الشخص ان يعمل هذا النظام اللي ذكرت لك اياه، ممكن يحطه حتى في سطح بيته، يعني مثلا واحد شخص ما عنده اي حديقه، ايوه انزين، حتى في عماره او حتى عنده بلكونه، ممكن تخليه في البلكونه، ممكن تخليه في السطح، او اذا عندك حديقه صغيره فيها مثلا انترلوك، فانت في هذه الحاله ما محتاجه انك يكون معك تربه. فهذه اول ميزه انك انت يعني ممكن تزرعيها في اي مكان، يعني التربه. ايوه بالضبط. الشيء الآخر يعني طبعا طالما توفر فيه الضوء، يعني ما تخليها داخل حجرة ما فيها ضوء، ما بتنمو النباتات، لأن النباتات تكون فيها ضوء. صحيح. تحتاج للضوء يعني على الأقل 5 ساعات في اليوم. طيب. الشيء الآخر توفر المساحة، هذه الزراعة قابلة للزراعة رأسيا، بمعنى مثلا مساحة متر مربع في زراعة التربة ممكن زرع مثلا نقول فيها أنت مثلا على سبيل المثال مثلا 3 أو 4 نباتات طماطم متر مربع واحد، بينما في هذه في المتر مربع الواحد في هذه الطريقة أنا ذكرتها ممكن تزرعي أضعاف هذا العدد، يعني ممكن تحط أنابيب بشكل رأسي، يعني إنبوب وفوق واحد بشكل متوازي وفوق واحد 3 4 وهكذا، يعني هو التصميم الهندسي يتند على خيالك عاد أنت. ممتاز. فأنت ممكن طالما أنه يوصل الضوء على هذه النباتات وعندك اللي ذكرت العناصر اللي هي المضخة والمخزنة إلى آخره، تروم أنك يعني تحط عدد كبير جدا من النباتات في حيز مساحي صغير. أيوة. يعني هذه الميزة الثانية اللي هي استغلال المساحة. طيب. الميزة الأخرى اللي في الزراعة المائية إنه أقل عرضة للحشرات والأمراض. لأن الزراعة في التربة ممكن تتعرض لديدان التربة، ممكن تتعرض إلى الفطريات، ممكن حتى الحشرات تكون اللي هي تحت قريبة من التربة. بينما هذه تكون نباتات مرتفعة عن الأرض ما واصلة بالتربة، بالتالي أقل عرضة للحشرات وللآفات الزراعية. الشيء الآخر إنها سريعة النمو. يعني سرعة النمو لما تزرعيها في نظام الزراعة المائية أسرع يمكن 2 أو 3 مرات عن الزراعة في التربة. الميزة الأخرى اللي هي توفير المياه، أنت توفري بالطريقة هذه أكثر من 90% من المياه. ليش؟ لأن في الزراعة في التربة لما تزرع يعني تسقي المياه بعضها تتبخر من التربة وبعضها ممكن تتسرب وهكذا، هنا أنت لاحظي أنه الماء يعود مرة أخرى للخزان، يعني هي دورة دائرة مغلقة. فأنت تسقي ويمر الماء في الأنابيب ثم يرجع مرة ثانية إلى الخزان. أيوة. في هذه الحالة الماء اللي يستهلك فقط اللي يتبخر من النباتات، يعني استهلاك النبات فقط، بالتالي توفر يعني كمية كبيرة جدا من المياه. عن هذه الحين المزايا اللي ذكرتك إياها الأساسية في هذا النظام. ممتاز جدا. طيب أستاذ عبد الله، يعني هذا النوع وهذا النظام من الزراعة ما راح يكون له تأثير على البيئة سواء على المدى القريب أو حتى على المدى البعيد؟ يعني راح تكون آمنة؟ العكس، هو هذا أنا أشوفه من ناحية التأثير على البيئة آمن بكثير، يعني بالنسبة للبيئة، لأنك أنت الآن لاحظ ما يخرج أي محلول أو شيء خارج المنطقة اللي يعني محصولة تكون في النظام نفسه. على سبيل المثال يعني نظام الزراعة اللي هو المفتوح اللي في التربة، الزراعة التقليدية. أيوة. إذا مثلا شخص سماد نيتروجيني أو غيره ممكن يعني لما يجي الأمطار أو شيء تخرج من المزرعة إلى أماكن أخرى. بالضبط. بينما هنا لا، يعني أنت حصرتيها فقط في النظام نفسه. بالنسبة على خطورته على الإنسان ما هي أي خطورة، يعني لغاية الآن لم نجد أي بحث، أنا ما قرأت الآن بحث واحد يعني يقول إن في خطورة على الإنسان، بل العكس إنها تكون يعني نظيفة، إنك أنت تحدد تركيز هذه المحاليل، وهي محاليل عبارة عن مواد مغذية. أصلا في الأساس النبات نفس العناصر اللي يأخذها من التربة يأخذها من الزراعة المائية. يعني هي الفكرة بس إن إحنا وضعناها بتركيبة معينة
يسهل للنبات يمتصها من الماء فقط. يعني هي هذه الفكرة. والآن منتشرة يعني في دول العالم، يعني في اليابان مثلا توجد مطاعم تحت العمارة. أيوه. فيها مطعم مثلا طابق الأرضي، مطعم وتحت مثلا طوابق العليا عبارة عن هذه الزراعة المائية، يعني في نفس المطعم. وفي أمريكا وفي أوروبا، يعني هذه هي يعني فكرتها كانت يعني بادية من أبحاث ناسا وتطورت على أساس أن الإنسان كان فكرتها أن يزرع هذه النباتات في الفضاء. من هيك جاءت فكرة، فيحتاج إلى مساحة صغيرة ولا يحتاج إلى تربة، فتطورت. وطبعا بعد التطور لاحظ إحنا ممكن نستغلها الآن. أيوة ممتاز. إذا هي صارت منتشرة بشكل كبير في مجموعة من الدول. الحين إذا مثلا في شخص حب أن يقوم بهذه النوع من النظام الزراعة المائية في بيته، إيش ممكن يعمل؟ كيف يبدأ يعني؟ والله أنا أنصح المبتدئ إن يشتري نظام، يشتري الجهاز، لأن يعني الحين هذه ممكن الآن تشتريها حتى من الإنترنت، وفي محلات في عمان تبيعها، يعني في محلات الآن متخصصة تبيع أدوات هذه الزراعة المائية، وممكن تشتريها يعني أيضا من الإنترنت. من الإنترنت تيجي، وهي مثل ما ذكرت يعني هي أنواع، طبعا في زراعة في الأنابيب، وفي زراعة في أحواض، وفي زراعة اللي يسموها يعني في بوكت، أو مثل اللي هي الأسطول على سبيل المثال. فهي أنواع كثيرة جدا، يعني مثل ما أقول لك يعني هو خيالك. إذا يعني شخص يعني عنده خيال ويبغى وحده حتى يعني يقدر هو بنفسه إنه يصنع هذا الجهاز، ما إنه صعب. طيب الفكرة أهم شيء إنه يحصل على هذا المحلول، المحلول المغذي، وعلى جهاز يقيس درجة الملوحة، يعني التركيز المحلول في الماء. وهذا الجهاز يباع من الإنترنت، يمكن قيمته ما توازي يعني ريالين أو 3 ريالات بس، يعني يمكن حصله يعني يباع في الإنترنت. والمحاليل أيضا تباع في المحلات. بقى الآن إنه التركيبة، فكرة إنه يكون عنده هذا المحلول يدور من بين جذور النبات، وإنه يكون في مضخة هواء، وبالتالي يكون الماء يعني مؤكسد عشان ما تتعفن الجذور. أيوة. عليه يحطها في سطول، يحطها في أنابيب، وهكذا عليه، على خيال الشخص. لكن يعني مثل ما ذكرت لك تباع جهزة، يعني تباع أنظمة جاهزة الآن. نعم. ممكن شراها. نعم ممتاز. إذن حتى في أنظمة جاهزة ممكن الشخص أنه يشتريها ويبدأ في نظام الزراعة المائية في منزله، وراح تكون أيضا ميسرة وطريقة سهلة. أيضا آخر سؤال لك أستاذ عبد الله، إذا في نصيحة حاب توجهها فيما يتعلق بهذا الموضوع. والله أنا يعني أشجع يعني الأشخاص اللي عندهم وقت إنهم يحاولوا إنهم يزرعوا النباتات في حديقتهم، في حديقة بيتهم، باستخدام قناة الزراعة المائية هذه. يعني ممكن تزرع أنت محاصيل كثيرة جدا، خصوصا الخضار اللي هي ما تحتاج يعني إلى يعني تثبيت ميكانيكي كبير، يعني مثل الفجل، القرقير، عندك الخس بأنواعه، الطماطم، الخيار، البامية، الملفوف إلى آخره. يعني جربت أنواع الزعتر، أنا حتى جربت الزعتر، أنواع من الريحان، يعني أنواع كثيرة جدا من الخضار ممكن تزرع بهذه الطريقة. كيف كما كانت التجربة أستاذ عبد الله؟ أنا الآن سنة رابعة الآن الحمد لله، وتجربة ناجحة. يعني أظن أنت اطلعتي على حسابي في التويتر وشفتي شكله، فالحمد لله يعني زراعة ناجحة. ويعني شوفي أنا عندي المساحة مستغلة في البيت على هذا النظام فقط تقريبا 6 متر مربع، خلي بالك، وكافية حل البيت إن إنتاج الخس بشكل يومي، الخس والريحان والنعناع. أنا زرع نعناع الآن في البيت 3 أنواع، سعودي وعماني وريحان مغربي، وعندي خس 7 أنواع ما شاء الله. أيوه يعني عنده إنتاج يومي، يعني هي تنمو بسرعة، يعني تنمو بشكل سريع. يا استاذ عبد الله كذا بعد فتره بسيطه بتبطل تروح سوق الخضار. يا ريت. حياك الله استاذ عبد الله الغافري، ما قصرت، كفيت ووفيت في هذا الموضوع. اذا في كلمه حاب توجهها عبر منبر اذاعه الشبيبه تفضل. والله كلمه اولا اشكر اذاعه الشبيبه، وثانيا اتمنى من الشباب انهم يتابعوا يعني التقنيات الزراعيه هذه، يعني وان الزراعه لا يهملوها. الزراعه يعني هي امر مهم للامن الغذائي يعني لنا بشكل عام. يعني الجيل هذا، طبعا الجيل السابق كان اشتغل وجد واجتهد، وبسبب احنا الحمد لله الان ناكل من خيرات هذه الارض. الان التقنيات صارت يعني طبعا مع تطور العلم والتقدم صارت التقنيات الان سهله الاستخدام اولا، وثانيا ما تحتاج مساحات وما في صعوبه. يعني ما له شرط ان الشاب انه يكون مثلا عنده مزرعه عشان يزرع مثلا خضار في بيته، او انك ما ذكرت لك يكون عنده حديقه فيها تربه. بالامكان الشاب مثلا يقرب هذه اللي ذكرتها الطرق الزراعه. أيوة. وفعلا في شباب يعني ما شاء الله عليهم الان بدوا يعني فعلا يمارسوا هذه الهوايه وهوايه الزراعه في المنزل او الزراعه المنزليه.
باستخدام الزراعة المائية، وكما ذكرت أنها ما مكلفة كثير، يعني الحمد لله هي بعد الوقت حتى تخفض الأسعار. يعني أعطيك مثلا مثال، إن مثلا المحلول إن أذكره يمكن بستة ريالات أو سبعة ريالات، كيف فيك محلول يعني لزراعة 120 مثلا شتلة من أنواع الخضار لمدة موسم كامل، يعني لمدة موسم كامل أقول يعني مثلا شهر 11 إلى شهر مارس على سبيل المثال. أيوة. يعني هذا الفكرة من المضخة المال اللي أتكلم عنها قيمتها 4 ريالات فقط. ممتاز. يعني الأشياء ما إنها مكلفة، يعني ما إنها زراعة يعني مكلفة. إذا نحن محتاجين أيضا نروج عن هذه الفكرة، وتبدأ هي أكيد تنتشر بالتدريج، ويبدأ أيضا أصحاب البيوت يعرفوها وتبدأ كذا تنتشر بشكل سلس. ما قصرت أستاذ عبد الله الغافري مدير وحدة بحوث الأفلاج في جامعة نزوة، كفيت ووفيت، شكرا لك. شكرا جزيلا لكم. شكرا يعطيك العافية. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة.